استاذ سير اهلا بك. اهلا وسهلا فيك. وفي البدايه كيف يمكن ان نقرا الاهداف التي تقف وراء هذه الزياره المصريه لقطاع غزه من جانب المخابرات المصريه الى الفصائل الفلسطينيه قادما من الجلوس دعنا نقول مع جانب من دولة الاحتلال وقادما أيضا في دلالة غريبة من معبر بيت حنون ليس من معبر رفح، فهو إذن بدأ بالاحتلال ثم ذهب إلى الفصائل. تمام، بالبداية تحية لكم ولقناتكم الكريم. حقيقة أخي الزيارة هاي زيارة مؤجلة، كانت مفروض أن تكون قبل تقريبا أكثر من شهر، وكانت بالجو العام الذي كلنا نعرف عنه، هي محاولة تهدئة بين طرفي معادلة هي الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في قطاع غزة. ويجب أن نعود إلى السرد التاريخي حتى نضع الأمور في صورتها الحقيقية. حقيقة أخي قطاع غزة محاصر منذ سنوات، ومحاصر بناء على نتائج انتخابات رفضها المجتمع الدولي ورفضها الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصارا مكثف، بالإضافة إلى سنوات التي كانت الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال. انسحب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وأصبح قطاع غزة يتراكم به الخبرات وخاصة المقاومة وتتطور، وأصبحت حاضنة شعبية. يستطيع أي فصيل مقاوم فلسطيني يريد أن يقوي نفسه عسكريا أن تكون هذه الأرض أرض ملاذ آمن له. خلال فترة السنة ونصف الماضية بدأ هناك تحرك إيجابي آخر بالقضية الفلسطينية، وهو أن يوجد ملفات حقيقية عالقة، منها حصار قطاع غزة المستمر لسنوات دون أي حل، دون أي انفراج بهذا الملف، بالإضافة إلى حالة صحوائية شعبية من أجل العودة إلى أراضيهم فسميت مسيرات العودة وانطلقت في يوم ذكرى الأرض. هذه المعادلة أحيت الكثير من الملفات التي كان قد مضى عليها الزمن منه، من ضمنها أن قطاع غزة محاصر ويوجد معاناة للشعب ويوجد منع من السفر ويوجد طوابير من المرضى يريدوا العلاج، يوجد مشاكل اجتماعية، يوجد مشاكل بالمياه، ويوجد مشاكل. كل هذا ملفه مربوط بالاحتلال الذي يخنق القطاع ويريد أن يزيد الضغط عليه. بمحاولتهم هذه الوسيط المصري أو الطرف المصري أو سمي ما تشاء دائما هو حاضر بهيك ملفات. بناء عليه العديد من الاقتراحات الإسرائيلية جاءت لتوقيف ما يقوم به الفلسطينيين من أنشطة بنظرهم أنها تحفز عملية الاصطدام المباشر، بمعنى أنه ممكن أن تؤدي إلى حرب. حدث بأنه بيوم من الأيام سقط أكثر من 30 شهيدا فلسطينيا وأصيب مئات في حادثة إعلان نقل السفارة وغيره. ماذا يمكن أن تفعل مصر؟ يعني إذا أردنا أن نتحدث هنا حول الدور الذي تقوم مصر، هو ليس دور جديد، ليس دورا جديدا. هنا دعني أستقبل اتصالا من الأستاذ إبراهيم حبيب الباحث المختص في دراسات الأمن القومي. أستاذ إبراهيم أهلا بك. حياكم الله. حياك الله أستاذ إبراهيم. يعني إذا أردنا أن نفهم توقيت زيارة الوفد المصري للقطاع في هذه اللحظة تحديدا، كما أشار ضيفي هنا الأستاذ تيسير يقول بأن هذه زيارة مجدولة وربما هي ليست متصلة اتصالا وثيق بما يجري على الأرض الآن من حديث حول خطة السلام التي أعلنها ترامب أو صفقة القرن وما إلى ذلك، وبالتالي هل تقرأ أي دلالة في التوقيت وتماس مع ما يجري الآن، أم تتفق مع الأستاذ تيسير في أنها ربما تأتي في سياق الجهود المصرية لحل الوضع الخانق داخل القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة الوفد المصري لقطاع غزة ليست حالة جديدة، وهي حالة مكررة كما أشار ضيفك الكريم، ولكن ربما وصوله في هذا التوقيت الذي أصبح حساسا نتيجة لما يجري من تداعيات ما طرح في موضوع صفقة القرن ربما يجعل له بعض التفسيرات، لكن أعتقد أنه هذا الوفد الأمني غير مخول بالحديث في هكذا ملف مع قيادة حركة حماس. هذا حديث يدور مع القيادة السياسية التي يمكن أن يتم استدعائها في القاهرة ولا يتم الحديث معها في قطاع غزة. ربما الملف الأكثر حساسية التي ستناقشه أو سيناقشه الوفد الأمني المصري في قطاع غزة موضوع الحالة الأمنية ومصير التفاهمات التي
وقعتها الوساطة المصرية بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصا بعد تنكر الاحتلال للعديد منها وتلويح الفصائل الفلسطينية باستعادة زخم مسيرات العودة والبالونات الحارقة وحالة التهديد التي بات يطلقها وزراء الاحتلال في بين الفينة والأخرى.